في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام سنتوقف عند دور المجتمع المدني والجمعيات عموما والجمعيات المتخصصة على وجه الخصوص في حملات التوعية والتحسيس بخطورة بعض الأمراض على غرار جائحة كورونا ودورها في هذه الجائحة. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أسعد باستضافة السيد محمد العجاج رئيس جمعية أصدقاء المريض بولاية البليدة. سيدي صباح الخير، شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج. صباح الخير الأخ فتحي، بارك الله فيكم على هذه الاستضافة و ونحيي كذلك مشاهدي هذه القناة، قناتكم الكريمة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله. شكرا جزيلا سيدي. معي أيضا مشاهدينا الكرام زكريا عمرار وهو عضو اللجنة الطبية بجمعية أصدقاء المريض لولاية البليدة. سيدي صباح الخير، صباح شكرا النور. جزيلا على تلبية دعوة البرنامج. شكرا ولكم المثل، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة المتواضعة. صباح النور على جميع المشاهدين، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا زكريا. البداية معك السيد محمد العجاج رئيس جمعية أصدقاء المريض بولاية البليدة. عمر الجمعية هو سنتين، نتحدث ابتداء عن ظروف تأسيس الجمعية والسياق وأصل الفكرة من وراء تأسيس هذه الجمعية، جمعية أصدقاء المريض التي تعنى بتقديم المساعدة للمرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فكرة تأسيس جمعية أصدقاء المريض لم تأتي اعتباطيا أو من فراغ، كان قبل ذلك كنا شفنا بعض المرضى اللي كانوا محتاجين لمساعدة. احنا كنا كمجموعات خيرية فقط. كانت أول حالة نذكرها واللي تبقى راسخة في الذهن نتاعي، بمعنى كنتم مجموعة متطوعين دون تأطير جمعوي، دون تأطير جمعوي أو تنظيمي، ما كناش في عمل تنظيمي. طبعا أول حالة اللي كنا نذكرها جيدا واللي منها كان لازم نأسس هذه الجمعية، حالة مريضة من ولاية المسان. يعني هذه الحالة اللي تبقى راسخة اللي كنا جبناها في 2018 حالة يعني كانت مزرية، يعني من خلال هذا جبناها من ولاية المسان مستشفى مغنية اللي ما قدروش، كانت الحالة تاعها مستعصية مرض السرطان، واللي كانت الحالة تاعها من 2005 حتى 2017 حالة مزرية. يعني كان الحمد لله وكان متقاعدي قطاع التربية، نتذكر مليح اللي كان قايمين بهذا الدور قبل ما نكونوا كمتقاعدي قطاع التربية. يعني جبنا هذه الحالة، ومن ثم كانت الفكرة بدأت تتبلور لتأسيس لواجب تأسيس جمعية نستطيع من خلالها تقديم الدعم للمرضى، جمعية جامعة للمحبي العمل التطوعي، وربما حتى يكون ربما عملهم ودورهم الميداني أكثر نجاح. كان من الضروري تأسيس جمعية تجمع جميع هؤلاء الراغبين في العمل التطوعي. ومن الراغبين في العمل التطوعي زكريا عمرار عضو اللجنة الطبية بالجمعية وهو أيضا ممرض، أراد أن ينتسب لهذه الجمعية من أجل تقديم الإضافة الطبية المرجوة. كيف كان التفكير ابتداء في الانتساب لهذه الجمعية المتخصصة في مساعدة المرضى وأنت الممرض؟ طبعا دور الجمعية في الجانب الصحي والجانب الطبي هو دور جد فعال في الوصول إلى المرضى، خاصة المرضى الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى المستشفيات، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وفي بيوتهم، وكذلك كبار السن. طبعا خاصة بعد ما مرينا بالفترة الأخيرة، فترة الكوفيد والحجر الصحي الكامل، الدور نتاعنا كان يتمثل في خاصة أولا هو الرعاية المنزلية والصحية في منازلهم، يعني نتنقلوا من مراكزنا إلى المرضى الذين لا يستطيعون التنقل، كذلك نقدم لهم نوفر لهم الأدوية التي نادرا أو غالية تكون نادرة، كذلك تكون باهظة الثمن، ربما بعض المرضى لا يستطيعون اقتناءها. نحن نقوم من أموال المحسنين ومن الصيادلة ومن طاقم طبي الجمعية نجمع تلك الأدوية ونقدمها ونوزعها على المرضى الذين يعانون من تلك الأمراض. كذلك اهتمينا أيضا بنقل المرضى
من بيوتهم الى اللي عندهم لي كونترول، اللي عندهم المصحات، الى المصحات يعني المستشفيات، الى انه نقوم بنقلهم بواسطه النقل تاعنا المتخصص في الجمعيه لسياره الاسعاف، نقوم بنقلهم خاصه لمرض يكونوا اوكيبي في الدار ما يقدروش يبوجي، وكبار السن كذلك. حاجه اخرى يعني كانت لنا في الفتره الاخيره بعد الحرائق تاع تيزي وزو، ولايه تيزي وزو، بعد تلك الفتره قمنا بجمع عده تبرعات وتنقلنا الى مدينه تيزي وزو، وقمنا بتوزيعهم على المتضررين بالحرائق، وجمعنا الادويه ومختلف المراهم تاع الحروق ووزعناهم على العائلات المتضرره، خاصة في مدينة تيزي وزو وجيجل في الصيف الماضي هذا. جيد. محمد العجال، رئيس جمعية أصدقاء المريض بولاية البليدة، السنتين الأخيرتين أو فترة التي انتشرت فيها جائحة كورونا ربما ظهر دور كبير للمجتمع المدني وللجمعية عموما، ولكن الجمعية المتخصصة أيضا المتخصصة في المجال الصحي في مساعدة المريض كان لها دور كبير أيضا. أنتم كجمعية متخصصة في مساعدة المرضى، ما الذي قدمتموه؟ ماذا كان برنامجكم خلال هذه الفترة، الفترة التي انتشرت فيها جائحة كورونا؟ طبعا أولا نقول أن تأسيس الجمعية تزامن والجائحة بداية الجائحة. بداية الجائحة، ربما قدر الله سبحانه وتعالى أنه يمتحننا في هذا. كانت البداية طبعا وانتم تعلمون ولاية البليدة يعني حتى سميت الولاية منكوبة، يعني أكثر الولايات عبر الوطن تضررت. أنا نقول لك لما ظهرت الحالة الثالثة من كورونا في البليدة، يعني التقى المكتب الولائي وأصبح لزاما علينا أننا نتدخل، لكن في تلك الفترة ما عرفناش. كانت الحالة الثالثة لكورونا، فكرنا كان أول مستشفى دخلناه هو مستشفى بوفاريك الحال مع الحالة الثالثة بدأ. لما أزمت الأمور ويعني أصبح الأعداد يعني حتى وصل فاق 1000 بالنسبة لولاية بوليدة، وأصبح حظر كلي يعني شامل، يعني تعرفوا بأن أصبح الحظر من السادسة صباحا إلى الثانية مساء ظهرا، يعني والجانب الاجتماعي أصبح تفاقم، يعني أصبح الناس خاصة العمال اليوميين أصبحوا بلا عمل، أصبحت الجمعية مجبرة. ظروف خاصة فرضتها جائحة كورونا، هذا مما أجبرنا طبعا أننا ننخرط في العمل التضامني. يعني أصبح الجمعية كان لها دور كبير الحمد لله، من بين أسطورنا كذلك للقيام ببعض الأعمال، ببعض الأنشطة الخيرية التي هي ماشي من تخصص الجمعية. احنا عندنا تخصص طبي صحي بحت، المساعدة الطبية، لكن أصبحنا في مساعدات أخرى اجتماعية، مواد غذائية، لأن الوضع أصبح صعب وصعب جدا. على هذا كان دور الجمعية. كنا في تنسيق دائم مع مدير الصحة لنشكره شكر الجزيل الأستاذ الجمعي، كذلك كان عندنا اتصال مع رئيس مجلس الصحة بالمجلس الشعبي الولائي آنذاك بالمجلس السابق، وكان تنسيق دائم. بعض المستشفيات طلبت منا التدخل بالنسبة للدم، يعني بنك الدم تعرفوا أنه أصبح بولاية البليدة خاصة مستشفى مفتاح وفرانس فانو وصل إلى الصفر. كانوا محتاجين المتبرعين. الحمد لله قمنا بأكبر حملة تبرع بالدم خلال الجائحة الأولى. معنا كان الحظر، كان ذلك ليلة 27 من شهر رمضان 2020، يعني في الجائحة. يعني صدقني هذه الحملة كان العدد بلغ فاق 500 متبرع في فترة وجيزة، يعني في فترة يعني قدرنا نجمع 57 اللي خذينا منهم، يعني لدرجة حتى يعني كانت بعد صلاة المغرب، يعني حتى صلاة العشاء وصليناها جماعة بعد الإفطار إلى صلاة الفجر، يعني كان أكثر من 800 متبرع أو أكثر اللي جاو. يعني أصبحت كان ذلك ببلدية بوقرة، لأن اخترنا بوقرة لأن كان التبرع لمستشفى مفتاح. طبعا هذا كان تدخلات، يعني
طبعا وهناك عمل قمنا به في الموجة الأولى إن شاء الله سيكون بحول الله في السياق، ربما سنتحدث السياق عن تفاصيل أكثر حول طبيعة العمل التطوعي والخيري الذي نظمتموه خلال هذه الفترة، فترة انتشار جائحة كورونا. زكية عمرار عضو اللجنة الطبية بالجمعية، طبعا اللجنة الطبية مشكلة من عدد من الكوادر الطبية، هل ممكن تفاصيل أكثر حول طبيعة تركيبة هذه اللجنة، طبيعة التخصصات المشكلة لهذه اللجنة؟ نعم، هناك عدة جوانب تهتم بها الجمعية، الجوانب الإعلامية والجانب الجوانب التعاونية والجوانب الطبية. فيما يخص الجانب الطبي، معنا طاقم طبي من جميع التخصصات، يعني أطباء عامين، ممرضين، مساعدي التمريض، صيادلة، كذلك ليساج فام، أساتذة في الشبه الطبي وفي الطب معنا، نتعاون كامل في إطار في خدمة المرضى، في خدمة المرضى خاصة المتضررين جدا. يعني يبقى دائما الحيز أنه يكون الحيز تاع الجمعية حيز تعاوني خيري، تنبثق من ابتداء من المهام الطبية إلى تعاونات أخرى كمواد غذائية وإلى غير ذلك. النشاطات بدأت يعني بعد كانت جائحة كورونا يعني بمثابة الدافع اللي خلانا نكونوا فرقة طبية تهتم بالمرضى في المنازل وزيارتهم في المستشفيات، تعمل على حملات تحسيسية فيما يخص جميع الجوانب، يعني من ناحية النظافة، من ناحية ضرورة التلقيح فيما يخص الكورونا، أيضا جانب مرضى السرطان الذين يعانون ربي يشفيهم إن شاء الله، نقوم بزيارتهم ونلبي طلبات تاعهم، نحاول قدر المستطاع توفير الاحتياجات اللازمة ليحتاجوهم، يعني من حفاظات ومواد غذائية صحية، يعني طبعا تبعا البروتوكول الصحي. طبعا المرضى أيضا الذين قاموا بعملية جراحية، يعني ليسوا اون بوست اوبيراتوار، نقوم بالتمريض بعد العملية الجراحية، يحتاجوا تمريض، يحتاجوا متابعة منزلية وفي المستشفيات، احنا نقوم بدور تاعنا باش نعاونوهم باش يكون العمل خيري، ونرفع أيضا من مستوى الأعمال الخيرية في ولاية بليدة أيضا. طبعا محمد العجاج، أنت ربما أصبحت الآن صاحب تجربة في إدارة جمعية متخصصة في العمل الخيري، وعلى وجه الخصوص جمعية متخصصة في مساعدة المرضى، ولكن قبل تأسيس الجمعية كنت قد ربما تشارك في عمليات تطوعية بشكل طوعي دون الانتساب لجمعية، ونجد هناك الكثير ربما من الشباب الذي يقوم بحملات تطوعية خارج الإطار الجمعوي. إلى أي حد العمل الخيري في الإطار الجمعوي مهم وناجح أكثر من العمل التطوعي خارج الإطار الجمعوي؟ طبعا كلما كان العمل التطوعي منظم وفي إطار تنظيمي ووفق قوانين محددة يكون العمل أسهل وأيسر. احنا شفنا، احنا جربنا بالنسبه للعمل التطوعي اللي يكون تطوع وموثوق ومحمي اكثر، لان احيانا نعطي مثال، مثلا بعض الشباب يعني جزاهم الله خيرا لما يحبوا يساعدوا حاله من الحالات ويجمع بعض الاموال من المحسنين او يتلقى مساعدات من المحسنين، طبعا هذا راح ممكن يعرضوا لبعض الاخطار من المساءله القانونيه، من مما نراه الافضل ان الشباب يتنظم داخل جمعيات، يكون محمي قانونا، يقدر يقدم اكثر. معناه العمل المنظم والقانوني انا نشوف اكثر نجاعه واكثر مردوديه من العمل اللي يكون طبعا غير منظم وغير منتظم في جمعيات معتمده ومحميه ايضا بجانب القانون. يعني هذا الامر بالاضافه برك اخي زكريا، بالنسبه للاطباء الطاقم الطبي، احنا عندنا تقريبا في كل مستشفى من مستشفيات البوليده لنا ممثل جمعيه،
تقريبا في كل مستشفى عندنا ممثل أو ممثلين مثلا جميع التخصصات في كل التخصصات. يعني هذه مسألة مهمة جدا طبعا. نعم. هم أعضاء في الجمعية. يعني حتى ربما لا نخفي سرا عندنا رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى فرانس فانو، وتعرفوا رئيس مصلحة الإنعاش هو أستاذ متخصص الأستاذ عادل بودادير، نحييه من هذا المنبر. يعني رغم طبيب مختص ورغم انشغالاته الكثيرة، هو كان عضو المكتب الولائي مخصص جزء من وقته لعمل الخير التطوعي. يعني طبعًا. شيء معنا الكثير، عندنا طبيبة متخصصة في مرض الأعصاب كذلك دكتورة عمران، عندنا عدة في كل مستشفى لنا أطباء الحمد لله، ولنا أطباء متعاونين من خارج الولاية. من خارج الولاية لما نلجأ لهم، لما تكون عندنا حالة مثلا جينا من ولاية أخرى ويستجدوا بولاية البليدة، احنا عندنا مثلا عيادة البيار طب الجراحة، وعندنا تقريبا أغلب المستشفيات لنا ممثلين الحمد لله يتعاملون معنا. يعني هذا ما أعطى دفعة للجهود التي بذلها منتسبو قطاع الصحة وأطباء الجزائر في مواجهة جائحة كورونا. تؤكد أن الطبيب الجزائري جاهز في كل الظروف لتقديم يد العون لأبناء بلده، سواء في شكل في إطار عمله أو حتى في شكل جمعوي تطوعي. زكريا عمرار كممرض وعضو باللجنة الطبية بجمعية أصدقاء المريض، ومن خلال الاحتكاك بمنتسبي وأعضاء هذه الجمعية، أكيد ربما وصلت إلى قناعة هو ضرورة أو أهمية التخصص في العمل الجمعوي. صحيح هناك الكثير من العمليات من الجمعيات الناشطة، الكثير من فعاليات المجتمع المدني التي تجتهد وتعمل بشكل كبير ودورها لا يمكن إنكاره، لكن ألا تعتقد أنه حان الوقت لنذهب إلى مرحلة أخرى من النشاط الجمعي، وهو النشاط الجمعوي المتخصص، على اعتبار أنك في جمعية متخصصة وهي جمعية أصدقاء المريض التي تعنى بتقديم التوجيهات والإرشادات والمساعدة الطبية للمرضى؟ طبعا بما أن نشاط الجمعية 80% أو نقول ربما 90% هو نشاط طبي تعاوني، أرى بأن تخصص الجمعية ذهب إلى تخصص الطبي والمساعدة الطبية للمرضى. طبعا راحة المريض هي أولى، المريض لا يعلم معاناته إلا الله سبحانه وتعالى، والمريض نفسه هو الذي يرى معاناة المريض أخيه. لذلك قد ما نحسوا بالمريض قد ما يعني تكون المساعدة أكثر، ونتخيلها كتجي في أبائنا، يعني كتجي في أبائنا ويمرض أحد الأقارب تاعنا، نشوفوا حجم المعاناة اللي نعانيوها أثناء الاستشفاء. لذلك أرى بأن الجمعية ذهبت إلى التخصص الطبي، وهو من التخصصات يعني التي نحتاجها جدا في هذه الظروف التي فرضتها علينا الجائحة وعدة يعني مشاكل مرت بها الجزائر هذه الفترة. المرضى يعني بحاجة دوما إلى العناية والرعاية قبل العمليات الجراحية وبعدها، يعني قبل المرض وبعدها. كذلك بين قوسين نقوم بتوجيه المرضى، أحيانا يجونا مرضى من مختلف الولايات يروحوا للمستشفى ما يعرفوش ربما السيرفيس اللي راهم رايحين ليه أو المصلحة المعنية، لما يجونا المكاتب يقصدونا يعني راح نوجهوهم يروحوا مباشرة إلى المصلحة المعنية، طبعا بالتنسيق مع كما قلنا عندنا ممثلي الجمعية الذين يعملون بالمستشفيات العمومية، يعني يوجهوهم مباشرة ونسهل لهم الأمور، خاصة اللي يجوا من الولايات المجاورة. نهتم أيضا ربما اللي يجوا قبل اللي عندهم خاصة العملية الجراحية ويجوا قبل الموعد المحدد يحتاجوا مبيت. أكيد يحتاجوا مبيت، لذلك نحن نعمل جاهدين ونوفر لهم المبيت كذلك، يعني اللي يحتاجوه مرحبا بهم في أي وقت. أكيد، وأنتم طبعا مأجورون على كل ما
ما تبذلونه في سبيل التمكين للعمل الخيري والتطوعي ومساعدة المريض. محمد العجاج رئيس جمعية أصدقاء المريض، جمعيتكم تنشط على المستوى الولائي، ولكن هناك مسألة مهمة جدا هي مسألة التنسيق بين مكونات وفعاليات المجتمع المدني. هل تعملون على التنسيق مع جمعيات من تخصصات أخرى حتى ربما يكون لدوركم أكثر نجاعة ومنتشر أكثر ويستفيد ويكون هناك مستفيدون أكثر من الجمعية؟ طبعا قبل ما أجيب على السؤال جانب التنسيق مع الجمعيات، نتكلم على التخصص الجمعيات. اليوم العالم تطور، الآن أصبحت الجمعيات العمل المجتمع المدني الاحترافي ليس كما سبق، والتخصص هو صورة التخصص هو صورة من صور الاحترافية في العمل الجمعوي. طبعا الآن لما تكون جمعية خيرية تعمل في الجانب الاجتماعي، الجانب الصحي، الجانب راح تشتت الجهود تاعها، ما راح تكون حتى الفاعلية ما تكونش، يعني مستحيل أن نقدر نعمل لنا في نفس الوقت كما يقول لك سباح ولاعب كرة قدم وطيار في وقت واحد، لا، يعني في الوقت نقدر نعمل عمل واحد قد ما تكونوا متخصصين. تخصص يعطي نجاح للعمل الخيري، وهذا ما احنا فكرنا فيه، لان نتخصص بالجانب الصحي البحت. الان بالنسبه للجانب التنسيقي، كان عندنا عمل الحمد لله مع عده جمعيات خاصه خارج ولايه البوليده وداخل ولايه البوليده. داخل ولايه البوليده كانت عندنا مبادره لتاسيس لتكتل جمعوي، تكتل جمعوي ضم اكثر من 10 جمعيات على مستوى ولايه البوليده، يعني الفاعلة على المستوى حتى يكون هذاك التبادل، ويكون أولا يعني تخفيف العبء على بعض الجمعيات. احنا مثلا يجينا مريض حالته الاجتماعية مزرية، احنا باش نتكفلوا بالجانب الطبي نتاعو لازم ندوا الحالة نتاعو من الجانب الاجتماعي، نشوفوا مثلا جمعيات أخرى خيرية، إما سواعد الإحسان وأي جمعية، حتى ما نذكرش كل الجمعيات، الجمعيات المتخصصة في هذا الميدان الشأن الاجتماعي. نلقاو أسرة فيها أيتام مثلا، اليتيم يحتاج رعاية صحية لكن يحتاج رعاية اجتماعية، نوجهوه مثلا نتكلموا مع الجمعية الأخرى، وبالتالي يكون هناك تنسيق، وحتى يستفيد التنسيق موجود العمل عملية. التنسيق الحمد لله. بالنسبة للتنسيق خارج الولاية الحمد لله، يعني أنا نشكر بعض الجمعيات اللي كانت المبادرة في طلب التنسيق معنا بمساعدتها لنا. مثلا نذكر جمعية الإحسان الخيرية لعين صالح اللي كانت أول جمعية تتصل بنا مع بداية جائحة كورونا، واللي وضعت تحت التصرف تاعنا سيارات إسعافها من عين صالح من تمرس ترسلها لنا إلى البوليدة للمساعدة، وخلتها عندنا يعني تقريبا كان هذا عمل. كاين جمعية أخرى مثلا جمعية فلاحي ولاية باتنا، عين اللي نشكرهم بالمناسبة وما نساولهمش التضامن تاعهم مع ولاية البليدة، واللي اتصلوا بنا وجانب المواد الغذائيه كانوا في الجانب المواد الفلاحيه اللي ساعدت بها، يعني عده جمعيات الان نحن على تواصل معهم من اجل تنسيق الجهود ان شاء الله، وهذا تكون ناجعه كان ناجعه ما شاء الله. يعني زكريا عمرار، بالحديث عن اللجنة الطبية ومكونات اللجنة الطبية، كنت قد ذكرت سابقا أنها تتكون من مختلف التخصصات، فيها أطباء عامون، فيها ربما أطباء جراحون، فيه ممثلين للجمعية ولهذه اللجنة في مختلف المستشفيات. وربما باعتبار أن طبيعة اللجنة تتكون من نخبة من الكوادر الطبية، دوركم كان كبيرا خلال هذه الجائحة، جائحة كورونا، من خلال حملات التوعية والتحسيس، باعتبار أن المواطن عندما يستمع إلى نصيحة من طبيب متخصص ستكون النصيحة أكثر ربما تأثير. دوركم التوعوي والتحسيسي كنخبة طبية منتسبة لهذه الجمعية أثناء هذه الفترة، فترة جائحة كورونا. طبعا كلنا نعلم أن هذه الفترة التي مرت علينا هي فترة جد صعبة، من الناحية الطبية، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية. دورنا كجمعية في هذه الفترة تمثل في دورات تحسيسية، كنا نقوم ونروح للمستشفيات، وكنا نروح للمرضى
ونعلموهم ضرورة التلقيح، كذلك كنا نعلموهم الطرق لبروتوكول ديجيان اللي يديروهم تاع النظافة، بروتوكولات صحية، بروتوكولات صحية باش يقوموا بطريق بالتعقيم سواء في بيوتهم ملابسهم أو خارج البيوت. طريقة التباعد علمناهم يعني كيفاش كان طريقة التباعد في البداية. كذلك بعد ما مرت فترات، احتاج المرضى في بروتوكول الصحية تاعهم احتاجوا إلى الأكسجين. قمنا بجمع مكثفات الأكسجين كمية معتبرة ونقوم بإعارتها إلى المرضى المحتاجين إلى هذه المكثفات. طبعا مكثفات الأكسجين كاين بزاف أنواع، تاع دي لتر، تاع 5 لتر، تاع 30 لتر، يوصلوا حتى 30 لتر. كنا نقوم بإعارة حسب احتياجات المرضى. يعني في أثناء الفترة التداوي يدوا هذو المكثفات، يداوي بهم، ما دي نعاودوا ندوهم المرضى واحد اخرين. طبعا المريض في تلك الفترة احتاج إلى رعاية نفسية أكثر من الرعاية المادية. الرعاية النفسية لأن المريض في تلك الفترة النفسية تاعو كانت جد متدهورة. نعم، بعد المرض، يعني بعد موت لأحد أقاربه ربما، أكيد يحتاج نعم إلى حملة متابعة ورعاية متابعة نفسية، رعاية صحية طبعا بمتخصصين معنا، يعني في الأعضاء تاعنا في الجانب الطبي الذين متخصصين في علم النفس. نروحوا نقوموا كما احنا نقولوا باللغة العامية نبسيكيو لي مالاد، بمعنى ان نعالجوهم بطريقة نفسية، نحاولوا نرفعوا المعنوية تاعهم، نعلموهم، نزودوهم معلومات حول المرض اللي كان مجهول. طبعا لما المريض يسمع لهذه الكلمات راح ينقص الخوف تاعو شوية، وراح ترتفع المعنويات، يعني نفسيا راح يتغلب على المرض نفسيا. يبقى لنا الجانب المادي، درنا لأننا بجمع يعني ما تبقى من الحاجيات المادية ومديناهم للمرضى. محمد، العجاج في ذات السياق دائما، وحول دور الجمعية، جمعية أصدقاء المريض خلال الفترة التي عاشها العالم وعاشتها الجزائر أيضا، وهي الفترة التي شهد خلالها انتشار جائحة كورونا، أكيد أطرتم حملات توعوية وتحسيسية في هذا الاتجاه من أجل أولا الأخذ بأسباب الوقاية المتعلقة بالالتزام بتدابير والبروتوكولات الصحية، وأيضا حول ضرورة أخذ اللقاح. هل هناك حملات نظمت في هذا الاتجاه، وكيف كان تأطير هذه الحملات التحسيسية، وعمليا كيف نفذتموها؟ طبعا الحملات التوعوية لم تتوقف على مستوى الجمعية، لأن هذا دور الجمعية خاصة الجانب التوعوي والتحسيسي يعني ما توقفش. كنا نتنقلوا احيانا حتى لبعض العيادات، مثلا العيادات على مستوى البلديات. شاركتم مثلا في تأطير عملية تلقيح؟ نعم، شاركنا بالتنظيم فقط، جانب التنظيم وليس بالمشاركة بالتلقيح، يعني من خلال أطبائنا، لأن أغلب أطباء تبعنا كانوا في المهام تاعهم، نشاركوا في الجانب التنظيمي، مثلا يروحوا الشباب ينظموا مثلا في بداية التلقيح. لو لاحظتم كان نوع عدد كبير من أحيانا بعض العيادات الصغيرة، يعني كان الشباب تاعنا يروحوا ينظموا الناس الشباب، وحتى لما أصبح التلقيح خارج في الفضاءات العمومية كان الشباب تاعنا محطات نقل المسافرين ومختلف الفضاءات، كان الشباب تاعنا متواجد دائما، يعني دائما متواجد، يعني حسب الإمكانيات، يعني الجمعية كانت متواجدة في كل الأوقات، ما غابش على جنب. عندنا بعض المطويات اللي كنا نوزعوها، هذا جانب تحسيسي. كذلك بعض الخرجات لبعض المناطق اللي ما يوصلهاش، مثلا مناطق الظل. مناطق الظل كان لازم نروحوا لها، مثلا عندنا تقريبا احنا على مستوى ولاية البليدة أكثر من 20 منطقة ظل، يعني المناطق المعزولة، نروح نزوروهم ونشوفوهم، وتكون عملية توعوية تحسيسية لدى لأنهم الأولى بالتحسيس، لأن ما كانش واش يوصلهم بالنسبة للتلقيح. مثلا المدن الكبرى ممكن راه المستشفيات قريبة ليه، لكن مناطق الظل صعب شوية باش توصلوا. يعني الحمد لله كان الجانب التحسيسي
يعني كان دوري ودائم ولم يتوقف ولم وفعل يتوقف الحمد وفعل. لله. زكريا عمرار عضو اللجنة الطبية بالجمعية، بالنسبة لعملية الانتساب لهذه الجمعية، أكيد أن الجمعية ربما بدأت بعدد معين من نعم المنتسبين وهم الأعضاء المؤسسون المؤسسين لهذه الجمعية، ثم توسعت وهي في تطور مستمر سواء من حيث المهام وأيضا من حيث عدد المنتسبين. بالنسبة لعملية الانتساب للجمعية، هل تشتغلون على إقناع ربما الأطباء أو الراغب في الانتساب للجمعية، تشتغلون على إقناعه بالانتساب أم أن الانتساب هكذا طوعي؟ نعم، هو طبعا كل مريض أو عفوا كل طبيب أو كل ممرض أو كل من يشتغل في القطاع الصحي يدرك بأن العمل الخيري للمريض هو أول شيء قبل أن يهتم بالمهام تاعه أو الوظيفة تاعه. طبعا الإقناع لا يكون يعني بالذهاب إلى الأطباء والممرضين وإقناعهم بضرورة يعني ننخرطوا في هذا العمل الخيري وفي هذه الجمعية، لا، وإنما من يريد أن يعمل عملا خيريا اتجاه المرضى فليتقدم هو باب بنفسه. الجمعية مفتوح. الجمعية مفتوحة لكل من يريد أن يعمل في الخير، سواء داخل القطاع الصحي العمال تاع القطاع الصحي أو خارج العمال القطاع الصحي، يعني نجمع شمل جميع من يريد أن يعمل في هذا العمل الخيري، فمرحبا به والباب مفتوح والجمعية مفتوحة لكل هؤلاء. طبعا أكيد. محمد العجال، أنت رئيس جمعية أصدقاء طبعا المريض، ومعنا زكريا عمرار هو عضو اللجنة الطبية بالجمعية، وأعتقد هي واحدة من اللجان، بمعنى أن تركيبة طبعا الجمعية وهيكل الجمعية يتشكل من مجموعة من أكيد اللجان. ما هي طبيعة اللجان المشكلة والمكونة لجمعية أصدقاء المريض؟ طبعا احنا أهم اللجان التي تشكل هذه الجمعية هي عندنا أولا اللجنة الطبية واللي احنا نركز عليها كثيرا، نواة الجمعية. نواة الجمعية، عندنا اللجنة الاجتماعية. طبعا احنا لما نروح المريض، احنا تعرفوا عندنا في الاستمارة لما أي مريض حتى ما يقولناش على الحالة الاجتماعية، لما يعطينا تجينا حالة تاع مريض نروح بعد الإسعافات بعد نطلبوا منه الحالة الاجتماعية نتاعو ونسجلوها، معناها هذه تتكفل بها اللجنة الاجتماعية اللي تنسق مع جمعيات أخرى ذات طابع اجتماعي، أو احنا إذا لقينا محسنين نقدموا له خدمات. هذا الجانب الاجتماعي. عندنا كذلك اللجنة الإعلامية اللي تقوم بالتعريف بالجمعية وإيصال حتى يعرفوا يعني اللجنة العلمية، وعندنا لجان أخرى. يعني هذا بالنسبة يعني أهم اللجان الأساسية، عندنا اللجنة الطبية، اللجنة الاجتماعية، واللجنة الإعلامية طبعا، واللجان الداخلية حسب النظام الداخلي، اللجنة المالية إلى آخره، اللي تسير طبعا الشؤون المالية الشؤون والإدارية المالية. للجمعية. فقط إضافة للسؤال اللي أجاب عليه أخي زكريا بالنسبة للأطباء كيفاش تواصلوا معنا، يعني نقول لك أغلب الأطباء وأغلب أسلاك الشبه طبي التحقوا بالجمعية طواعية، ونقول لك السبب يعني كان من خلال احنا كجمعية كانوا مجرد شباب، يعني مجموعة لما بدينا في الجائحة الأولى يعني بداوا شوية شباب يعملوا معنا. طبعا كان بعض الأطباء تواصلنا بهم احنا في البداية اللي شكلوا اللي كانوا مؤسسين، نتكلم على الدكتور بوخالفة طبعا أول عضو مؤسس مع الجمعية معنا، لأنه هو التلميذ تاعي طبعا وأنا كنت اتصلت به وجال الحمد لله. كاين يعني لما بدينا يعني كيفاش التحقوا بينا الشباب وخاصة الأطباء من خلال تواصل الجمعية نتاعنا في الجائحة، من خلال المساعدات اللي قدمناها. كنا ندخلوا المستشفيات، وربما شفتوا الأزمة اللي مرت بها المستشفيات خلال الجائحة الأولى، يعني أول الفترة الأولى من جمعية الجائحة. صحيح. أول جمعية يعني وهذا طبعا باعتراف أول جمعية اللي وزعت الألبسة الواقية، يعني كما نقولوا ليكاميزول، اللي وزعتها على اغلب الجمعيات، اكثر من 3000 كاميزول وزعناها على مستوى ولايه البلاد. وهذا يحسب يعني لكم ويحسب للعمل التطوعي والخيري والجمعوي. اول ورشه تمت هي ورشه صناعه
يقام بها شباب الجمعية. وبالتالي أصبح الأطباء الحمد لله عرفونا، بدأوا هما يطلبوا الانخراط وبدأوا يعملوا، والحمد لله هما اللي يقودوا الآن أكيد. الجمعية بحمد الله. محمد العجار رئيس جمعية أصدقائي المريض من ولاية البليدة، شكرا جزيلا لك على كل ما تبذله من جهود، وشكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. زكريا عمرار عضو اللجنة الطبية بالجمعية، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به من إفادة. مشاهدينا طبعا إذا كان ممكن وأستسمحك في نقطة برك أتقدم أولا بتعازي الخالصة لإحدى الأستاذات الفاضلات، هي رئيس جمعية الخنساء لرعاية الأيتام، ووعدت إخوان الجمعية هناك بسطيف لولاية سطيف. هذه السيدة نتمنى إن شاء الله تستضيفوها عندكم، هذه السيدة التي فقدت 8 أبناء خلال سنة، وبعدها زوجها، وهي الآن من أنشط الجمعيات على مستوى ولاية سطيف، حتى لقبت كما لقب دكتورنا وشيخنا علي بوناب رحمه الله بأبو الأيتام، هي لقبت على مستوى سطيف بأم الأيتام. يعني نحييها من هنا، ونحيي كل طواقم وتعازينا الخالصة، ونحيي جميع الفاعلين في العمل التطوعي.